We are living in an hour where God once again is raising up a الرب يريد أن يقيم جيش جدعون اللي هو يمكن يكون شكلنا أن احنا أمام العدو قليلين قوي، لكن الرب يعطينا استراتيجية من أجل الحرب، والاستراتيجية دي موجودة في جيش جدعون لما كسروا الأواني، ولما كسروها ده جاب خوف على العدو، وإحنا معانا أواني خزفية، إحنا معانا صورة المسيح، عندنا عيون يسوع، العيون اللي مليانة نار، العيون اللي مليانة نار دي هي اللي كانت بتنظر لجيش فرعون وشعبه خارج من أرض مصر فأبدهم، وإحنا كأواني خزفية، لكن أواني بتبين عيون مسيح المليانة نار، فإحنا الأشخاص اللي نري عيون. And we are to release the breath of God. We are to prophesy the breath of God, the ruah of God that will bring the dry bones together. This is the hour we're living in. There is a remnant army that is rising up, and you are a part of it, and I am a part of it. جيش الرب يعد ويقيم في الوقت ده ليكون له النصرة.